تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام هي حلقة خاصة مكرسة لاستعدادات واستحقاقات رياضية مقبلة للأندية العراقية بكرة القدم على الصعيدين المحلي والآسيوي. كالمعتاد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع هذه التحضيرات والاستحقاقات لعدد من الأندية العراقية. سنكمل مشوارنا في هذه الحلقة وحلقات مقبلة بإذن الله لأندية أخرى من الأندية العراقية. اليوم ارتئينا أن نذكر ونسلط الضوء على بعض الأندية الجماهيرية وغير الجماهيرية للوقوف على آخر تحضيراتها على الأصعدة كافة الإدارية الفنية وحتى اللاعبين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. سنتوقف أيضا مع مجموعة من الأحداث والأخبار الرياضية المنوعة طبعا تأتيكم حسب الفقرات لهذا اليوم. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع الأخبار الرياضية المنوعة سنتعرف عليها من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. تعادل منتخب أسود الرافدين أمام مضيفه الكويتي بهدفين لكل منهما في أولى مبارياته تحت قيادة مدربه كاتانيتش ضمن استعدادات الفريقين لكأس آسيا 2019. ضمن الدور الثاني والثلاثين من مسابقة كأس العرب لأندية الأبطال لكرة القدم، انسحب نادي القوى الجوية العراقي بشكل مفاجئ أمام مضيفه اتحاد الجزائر الجزائري بسبب استياء الفريق العراقي من هتافات أطلقها أنصار اتحاد الجزائر تمجد بالرئيس العراقي السابق صدام حسين. عربيا، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إقالة جمال أبو عابد من تدريب المنتخب الوطني وتكليف مساعده البلجيكي فيتال بوركلمانز بالإدارة الفنية، معللا ذلك بمصلحة المنتخب قبل أشهر من كأس آسيا 2019. عالميا، أفادت صحف إنجليزية أن القائد السابق لنادي تشيلسي جون تيري في طريقه للانضمام إلى نادي سبارتاك موسكو الروسي، وقد خضع تيري البالغ من العمر 37 عاما للفحص تمهيدا للانضمام إلى صفوف النادي الروسي. على ملعب ويمبلي اللندني وأمام 90,000 متفرج، قام مدرب منتخب إنجلترا جارث ساوثغيت بتقديم جائزة الحذاء الذهبي للاعبه هاري كين الذي توج هدافا لنهائيات مونديال روسيا 2018. يذكر أن كين البالغ من العمر 25 عاما سجل 6 أهداف في المونديال الروسي. جمهورنا الرياضي الآن مع استعدادات الأندية العراقية للموسم الكروي الجديد، والبداية ستكون مع نادي أمانة بغداد للتعرف على وضع هذا النادي في الآونة الأخيرة وما هي آخر التحضيرات على الصعيد الإداري وحتى الفني، خصوصا بعد إعلان نادي أمانة بغداد مؤخرا عن تعاقد مهم مع جهاز فني معروف في الوسط الكروي قبل الدخول في بطولة الدوري العراقي 2018-2019. وقد تواجدنا في هذا الصرح الرياضي وخرجنا أولا بهذه التصريحات من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للنادي، خلي نتابع. لا بالتأكيد احنا لا نقارن مثل الفرق الجماهيرية وكثير من الفرق البغدادية وحتى بعض فرق المحافظات مثل الفرق الزوراء والشرطة والجوية والطلبة وكذلك الفرق النفطية، احنا نكون يعني حقيقة يعني ماكو مقارنة أمور المادية، احنا أدنى بكثير من هذه الفرق، ولكن بعض الأحيان أنت يعني بعض الأحيان تكون يعني تستقطب لاعب في مبلغ بسيط هو يعطيك أفضل من هذا اللاعب، أنت كذا مثل عشرات الملايين تصرف على لاعب
قد يكون لاعب يجيك شاب تصعد من فرق الشباب، اضافه نحن صعدنا من فرق الرديف او الشباب للنادي اكثر من 4 لاعبين، وان شاء الله راح نكون في الامكانيات الموجوده والدعم يعني الموجود من امانه بغداد والمتمثله بالدكتوره ذكرى علوش، الدعم هو الوضع الاقتصادي للبلد بصوره عامه دعم مناسب انه استطعنا ان نجعل الفريق ينافس في جميع هذه ال4 سنوات السابقه، وكذلك الان وفي هذا الموسم راح نكون يعني فريق متماسك وفريق يقدم كره جميله بوجود الكادر التدريبي واللاعبين الاضافيين. إدارة نادي أمانة بغداد بعد الجلسة مع الملاك التدريبي نعرف ما هي الإمكانيات المتوفرة لدينا من خلال الاستقطابات، يعني استقطاباتنا أغلبها شبابية، يعني إحنا عقودنا عقود يعني حسب الإمكانيات المتيسرة والمتوفرة، ولكن ما يشفع لنا هو السمعة اللي انبنت من خلال الإدارة السابقة اللي نقدم لهم الشكر، اللي هم أسسوا أساس صحيح من خلال مصداقيتهم في التعاقدات والإيفاء بالتزاماتهم المادية من خلال أمانة بغداد، إضافة لأن إحنا استمرينا على نفس النهج، هذا أدى إلى أنه اللاعبين يفضلون نادي أمانة بغداد رغم أنه أغلب الأندية تعطيهم مبالغ أكثر، لأنه ممكن ضامن المبالغ لأن هناك مصداقية، إحنا ما نتعاقد ولا نشرع للتعاقد قبل أن يتم تخصيص المبلغ والتأكد من وجود هذا المبلغ في أمانة بغداد، وهذا الدعم يؤدي إلى أنه يكون هناك طموح أكيد يعني، ولكن عندما نتكلم عن الفوارق بين الاستقطابات للأندية الجماهيرية وإضافة إلى الدعم الجماهيري أكيد هناك فوارق كبيرة، ولكن إيماننا أنه اليوم القيمة الفنية لا يمكن أن تقيم ضمن القيمة المادية، هناك لاعبين شباب برزوا في دورينا وقدروا أن يحصلون على استقطابات يعني على انتقالات مثل اللاعب حسين علي حسين، هو قبل موسمين كان لاعب شاب اليوم هو في الدوري القطري، يعني هذا يدل على أنه مو المبلغ هو اللي يحدد قيمة القيمة الفنية للاعب، وإنما القيمة الفنية هي قيمته الحقيقية الفنية. عندنا ثقة بجميع اللاعبين اللي تم استقطابهم كابتن ثائر، إضافة إلى بقاء اللاعبين من الموسم السابق واللي أكيد نتمنى لهم التوفيق في هذا الموسم، وأكيد ما يسعني إلا أن أشكر وأتمنى التوفيق للاعبين اللي غادروا النادي، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق مع فرقهم الجديدة إن شاء الله. طبعا هذا طموح اي اداره نادي يعني انه يكون ترتيبها هو يعني ضمن الفرق المقدمه، ومن ضمن هذه الادارات هو اداره نادي بغداد، يعني ذكرت لك انه نادي اداره نادي بغداد تطمح ان تكون في مركز افضل من الموسم السابق، ويعني يصل الطموح انه نكون ضمن المربع الذهبي بالنسبه لفرق الدوري، اكيد هذا يعتمد على الجهاز الفني ويعتمد على ما يقدمه اللاعبين داخل الملعب وان النتائج اللي راح يحققها الفريق، لكن بالمجمل العام انه هناك تفاعل كبير بالفريق اللي تم تشكيله هذا الموسم. جمهورنا الرياضي يعني سنبقى في نادي أمانة بغداد لمعرفة كل ما يخص الأمور الفنية لهذا الفريق الكروي من بين العلامات التدريبية البارزة التي ستشرف على هذا الفريق ضمن منافسات الدوري العراقي للموسم المقبل هو الكابتن الكف ثائر أحمد، وقد أكد الجهاز الفني للفريق بأنهم عازمون على وضع الفريق في مكانة جيدة من بين أندية الدوري العراقي لهذا الموسم، في الوقت نفسه يأملون ويطمحون بمساندة الفريق فنيا ومعنويا لرفع مستوى الأداء والظهور بمستوى يعني مشرفا ولائقا لهذا الفريق ضمن أندية الدوري العراقي. مشاهدينا إليكم جانبا من انطباعات الجهاز الفني الذي سيشرف على قيادة نادي أمانة بغداد في الموسم الجديد، مقدما نقول بالتوفيق والنجاح في هذه المهمة. نتابع. أكيد
اكيد يعني احنا طموحاتنا طموحات عاليه. السنه اللي مضت اعتقد كان الفريق شويه متعثر، لكن قدرنا نصحح بالمرحله الثانيه. هالسنه طموحاتنا تكون افضل، وضعنا نقاط على الجرح، حاولنا نستقطب اللاعبين الجيدين من بعض الانديه، لاعبين شباب، لاعبين متمكنين، حاولنا نخلق توليفه جيده من لاعبي الخبره ولاعبي الشباب. السنه اعتقد يعني بامل وطموحاتنا ان الفريق يقدم مستوى عالي، كره جيده، كره ممتعه، وطموحاتنا ان نكون من ضمن المربع الذهبي ان شاء الله. احنا فريقنا فريق محترم، خلال الاربع مواسم اللي مضت احنا دائما نكون يعني بالمقدمه، يعني خلال يعني مركزنا يكون خامس سادس سابع، يعني ما نبتعد عن هاي المنطقه. فريقنا هو ليس المهم يعني كلاعب قيمته ماديه، قيمه الاختيار. احنا كنا دقيقين باختيار اللاعبين، يعني كانت عندنا يعني امور معينه بكل لاعب اختياره لهذا الموسم، عندنا كانت نقوصات يعني نعاني منها خلال الموسم اللي مضى، اختارينا لاعبين جيدين لهذا الموسم ان شاء الله. احنا عندنا يعني عندنا ثقه بكل اللاعبين اللي اختاريناهم، ان شاء الله يكونون لاعبين جيدين هذا الموسم ويقدمون نفسهم تقديم جيد، ونكون قريب من المقدمه ان شاء الله. ان شاء الله يعني رابع خامس، يعني قريبين بهذا المركز ان شاء الله. ان شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام متواصلين معكم ومع فريق أمانة بغداد الكروي الذي يستعد للموسم الكروي الجديد. سنتوقف هذه المرة مع لاعبي الفريق للوقوف على آخر استعداداتهم البدنية والفنية وحتى المعنوية، وكيف هي التحضيرات قبل المشاركة في منافسات الدوري. يعني هل سيلاقي الفريق الأجواء المثالية لتمثيل النادي بصورة مشرفة ورفع شأنه بين الأندية المشاركة بالدوري؟ طبعا كل هذه الأسئلة طرحناها على لاعبي الفريق. عناصر الفريق في الوقفة التالية، خلينا نتابع. ان شاء الله مو قلت لك احنا يعني ان شاء الله هدفنا انه نتواجد من المربع الذهبي، خاصه احنا نمتلك كادر تدريب على اعلى مستوى، خاصه انه الكابتن ثار يعني ملم بهاي المرحله، خاصه بدايه الفريق شلون يعرف شلون انه ينسجم الشباب مع الخبره. اعتقد انه الكابتن ثار هو راح يكون يعني صاحب الكلمه الفصل بهذا الموسم ان شاء الله. اللاعبين كلهم اللي اجوا صح تشكيله شبابيه، لكن كانوا مؤثرين بفرقهم. قال الكابتن ثار قال اكو محترفين اعتقد يجون اثنين او ثلاثه، قلت له كان كلهم بارزين كانوا بفرقهم، من ضمنهم هدافين، من ضمنهم لاعبين اساسيين كانوا بفرقهم وشالين فرقهم. اختيارات كابتن ثار تعرف انت كابتن قدير، واختياراته غالبا ما تكون تطمح للافضل، وان شاء الله موجود التفاؤل والامل ان شاء الله. مشاهدينا دعونا نتوقف قليلا مع فاصل، نواصل بعده فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. مشاهدينا أهلا بكم في الحلقة المكرسة في جزئها الكبير لاستعدادات الأندية العراقية بكرة القدم للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والآسيوي. الآن سنتوقف مع فريق النفط الرياضي الذي أصبح من بين العلامات البارزة في الدوري العراقي الكروي في السنوات الأخيرة، لا سيما وأنه يستعد لاستحقاقين. الاستحقاق الأول لديه مهمة خارجية ضمن بطولة الأندية العربية للأبطال، والاستحقاق الثاني استعدادا لمنافسات بطولة الدوري الجديد. سنتعرف على وضع الفريق الحالي وتحضيراته للمهمة الخارجية، وما هي آخر الاستعدادات الإدارية والفنية واللاعبين أيضا، وهل صحيح هنالك مشاكل مالية تحيط بالنادي، فضلا عن أهم المتغيرات التي طرأت على مستوى ونتائج هذا الفريق في الموسم الكروي المنصرم. البداية مع كاظم محمد سلطان، عضو اتحاد الكرة سابقا ونائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي النفط، خلينا نتابع.
ضائقة مالية احنا في نادي النفط، وهاي ما حد يعرفها، يقول لك نادي النفط مدللين، احنا موازنتنا اقل من الأندية الجماهيرية واقل من الأندية، اكو أندية الميناء يعني اكو أندية احنا اقل من عتها، يعني الشرطة الزوراء الجوية احنا اقل من عتها، موازنتنا كلش قليلة، واحنا ما بين ثاني مكرر يعني من بعد الجوية، احنا الأربعة الجوية 84 واحنا 84 بالدوري كرة القدم، هاي السنة الثانية، والسلة هاي صار سنتين احنا بطل دوري، ودعمنا كلش قليل، ما يوازي الإنجازات اللي نحصلها. احنا هالسنة ما استقطبنا، أولا هاي صار لنا 3 سنين احنا بدون محترفين، هاي أول نادي بالعراق بدون محترفين، إضافة إلى أن ماكو ما لا صار عندنا معسكر تدريبي إعداد للبطولة، وبطولة عربية، بطولة مهمة، بطولة مستوى عالي، ودنا نلعب باسم العراق، إحنا ما دنا نلعب باسم بس نادي النفط، باسم العراق، وإحنا ممثلين وزارة النفط، يعني باكر عقب العالم من تسمع نادي النفط الأم هو النادي المركزي اللي يمثل العراق بالبطولة العربية والآسيوية، الأمور المالية مالته مو زينة، ما يصير هذا، يعني عملنا عمل ذاتي، لا عدنا معسكر ولا تهينا بشكل جيد، لأن هاي بطولة مهمة، ويعني كان إعدادنا فقير جدا. احنا العام ثاني يعني قاب قوسين أودنا أنهم أخذين الدوري، الإصابات اللي لحقتنا بداية الدوري، أولا 7 لاعبين أساسيين طلعوا من أدنى، ما هذا خلخل شوية، لحقنا نعيد البيت النفطي بين الإصابات بين التنقل بين هذا، رجعنا إلى وضعنا وصعدنا، وإحنا 84 قوة جوية 84 بس الزوراء 87، فهذا يدل أنه فريقنا جيد جدا، ورجعنا الفريق بدون استقطاب لا محترفين عندنا ولا عندنا أسماء، اللي لامعة صارت في المنتخب الوطني والأولمبي اللي بالنفط هو إنجاز نادي النفط، وليس إنجاز جبنا لاعبين جاهزين من المنتخب وجبناه، هم لاعبين نادي النفط وبرزوا صاروا لاعبين منتخب وطني وأولمبي. مشاهدينا سنبقى في النادي النفطي، نادي النفط الرياضي، لمعرفة كل ما يخص الأمور الإدارية والفنية لهذا الفريق الكروي. فمن بين العلامات البارزة في الدوري العراقي الكروي في السنوات الأخيرة هو الكابتن حسن أحمد المدير الفني للنادي، الذي يعني حاورناه حول التحضيرات الأخيرة وسير العمل مع الفريق واستراتيجية الجهاز الفني للدخول في بطولة الأندية العربية للأبطال. طبعا بالتأكيد هي بطولة ليست بالسهلة قياسا بتواجد أندية عربية كبيرة فيها. كذلك طرحنا على الكابتن حسن ما يخص نادي النفط في الدوري المحلي وما لاحظناه في الموسم الماضي من تباين يعني نوعا ما في الأداء والنتائج قياسا بالموسم ما قبل الأخير، فضلا عن يعني الجاهزية والاستقرار بشكل عام طبعا لهذا الفريق. الشاطر حسن أحمد في الوقفة التالية نتابع. من انتهى الدوري سوينا إعداد سريع يعني الفريق، طينا فترة استشفاء 3 أيام، 3 أيام راحة سلبية، وبدينا فترة استشفاء 4 أيام، بدينا نعد للفريق، ابتدي الفريق وصل إلى مستوى لياقي جيد، من الدوري انتهى لكن استنزاف اكو، بعد استنزاف اكو تعب، بدينا نراعي هاي الأمور، يعني نريح بعض اللاعبين بالتدريب، لاعبين خليهم يسوون تمارين استشفاء، سوينا مباراتين تجريبية، يعني كان عندنا معسكر في اسطنبول، لغى المعسكر لأن تدي اكو يعني أموال ما موجودة الآن، يعني ما صار في موازنة النادي، فإحنا الحمد لله فريق صح ما يمتلك خبرة، يعني عندنا خبرة محلية لكن إحنا ممثلين الآن عن البلد، اللاعبين أمام مسؤولية الكادر التدريبي. والله المعوقات يمكن أنت تعرفها، يمكن 3 لاعبين التحقوا بالأولمبية لعبوا المباراتين مع إيران، رجعونا 2 مصابين، تدي ترهاق يعني بعد المباراة بعد الدوري انتهى ويجي يلعب مباراة تنافسية دولية
أكيد الأحمال والشدد تكون كبيرة على اللاعب. كابتن حسن، في بداية الدوري كان فريقك متذبذب شوية، لكن في المرحلة الثانية هو أفضل فريق في الدوري، الأسباب؟ والله تعرف الساطع، أنت العام شاهدت أنه طلعوا من عندك 6 لاعبين مؤثرين اللي هو أيمن حسين، بعدها رجع وراء نص الدوري رجع، عندك حسام كاظم، عمار كاظم، عندك مصطفى جودة، هذول اللاعب علي ياسين، وعندك انصابوا لاعبين، مازن فياض انصاب، قاسم زيدان انصاب، علي قاسم انصاب، علي سعد انصاب، يعني هذول ابتعدوا، صار عندنا 10 لاعبين نقص بالتشكيله، فبدت النتائج تعادلات اكثر من الفوز. يعني عندنا خساره واحده المرحله الاولى، خسرنا مع الصناعات الكهربائيه، يعني كانت مفاجاه. المرحله الثانيه بدا الفريق يتكامل وبدا اللاعبين يجهزون اكثر، قدرنا نحقق يعني لقب المرحله الثانيه، احنا كنقاط جبنا علامات الفوز تقريبا 15 فوز عندنا، وثلاث تعادلات وخساره واحده مع الكهرباء. لولا الخسارتين مع الكهرباء صناعت كان احنا لقب الدوري كان لنا. الحمد لله يعني احنا وصلنا بالاخير انه تعادلنا بالنقاط احنا والجويه 78 88 ب88، لكن فارق الاهداف هم اكثر من عندنا بثلاث اهداف. اخذوا المركز الثاني، احنا انا اعتقد الثاني المكرر بين هاي الفرق انه جويه، شرطه، زوراء، يعني هاي الفرق الجماهيري، فرق المحافظات، انا اعتقد جيد جدا كنتيجه بعد ما انت يعني مريت بظروف غير طبيعيه، لكن قدرنا نقاومها وقدرنا نرجع ونحصل المركز الثالث. احنا تعرف احنا بالنسبه لنادي النفط يعني نادي غير جماهيري، مهما تضخ له اموال، مهما تجيب له لاعبين، لكن يبقى بعيد عن المنافسه. احنا صح يمكن يعني بجهود جبار احنا العام نافسنا على الدوري وكان محتفظين بالصداره من تقريبا من بدايه نص المرحله الاولى، تقريبا قبل 4 لعبات احنا مصدرين الدوري كنا، لكن تدي دخلت بعض الظروف وبعض المحسوبيات لبعض الفرق، انه هو فرق المنافس مالتنا قام ياجلوا له مباريات واحنا يلعبونه وبعدين احنا ياجلونا وهم يلعبوه، صارت خربطه، صارت فيها تلاعب بالنتائج، لان تدي بنهايه الدوري اكو فرق قام تطي الفرق الاخر، لان تدي بعد هي بقت بالدوري فتنطي وتجامل او فقدت الهدف، نقول هدف فقدته بعد ما تلعب. فانا اقول يعني النادي يحتاج الى قاعده جماهيريه حتى لو مو كبيره، لكن تدي انت اللاعب الان انت اللاعب النفط انت كيف تحفز؟ مثل الممثل اللي ينزل على خشبه المسرح وما يلقي جمهور، ما راح يكون عنده الدافعيه انه يبرز مواهبه، بس لكن انت من يشجعوه وجمهور متواجد اكيد راح يبدع وراح يكون يعني امام مسؤوليه كبيره، لان يعني الجمهور راح يتابع اللاعبين وهذا. فانا اقول نتمنى انه الان اصبح عندنا جمهور، بس جمهور بدون يعني نظام، يعني ما عندنا رابطه وهذا تقود، لكن عندنا محبين، لان يعني العراق كله يقول نادي النفط افضل فريق يقدم كره قدم. لاعبين النفط الان اصبحوا 6-7 منتخب الوطني، و4-5 منتخب اولمبي، و3 بالشباب، خرجنا محمد داوود، ايمن حسين، مازن فياض، وليد كريم، محمد داوود، عندك بسام اللاعب الشاب الصغير، بسام شاكر، كلهم لاعبين جيدين، برزنا رعد فينر اللي جانا من درجه ثانيه، هو هذا العمل مالتنا، احنا نجيب نتائج ونبرز لاعبين ونضخ للمنتخبات، والحمد لله بدنا نحقق نتائج ايجابيه. بثلاث نقاط ثمينه تبقي الفارق حتى يكمل الجويه مباريات جول يكفي. إذن مشاهدينا متواصلين معكم ومع فريق النفط الكروي الذي يستعد لمشاركة كبيرة واستحقاق خارجي مهم في مسيرته الكروية، كونه ممثلا رئيسا للكرة العراقية في مشاركته الخارجية. هذه المرة ستكون طبعا الوقفة مع لاعبي الفريق الكروي، وطبعا للتعرف على آخر استعداداتهم البدنية والفنية، وهل هنالك استقرار تام بالتحضير قبل الاستحقاقات المقبلة. نحن نتمنى طبعا من لاعبي فريق النفط تقديم مستوى فنيا رفيعا يعكس مستوى جاهزيتهم لأي استحقاق ويثبت أحقيتهم في اللعب ضمن
بطولة كبيرة مثل بطولة الأندية العربية للأبطال. مشاهدينا، لاعبو نادي النفط في الوقفة التالية، خلينا نتابع. يعني فريق الصفاقس من فرق الجيدة، يمكن هو الترتيب الرابع على الدوري التونسي، هو خاض عدة بطولات سابقة، بطولات أفريقية. بطولات الأفريقية تختلف عن بطولات الآسيوية، يعني يمكن هو فريق مدلج بالنجوم، هم وفريق الترجي. فريق يمكن يمتلك 6 لاعبين محترفين، العفو 6 لاعبين لاعبين منتخب وطني إلى 9 لاعبين محترفين. احنا ما عندنا أي لاعبين محترفين، ودليل احنا نجحنا بالدوري. يعني احنا الفريق يمكن الوحيد بالدوري اللي ما عنده محترفين، ما عنده لاعبين، اكثر اللاعبين شباب، لكن حصلنا على المركز الثالث وكنا فرق اهداف على المركز الثاني. احنا كان بصراحه كان عندنا معسكر باسطنبول، لكن اللغه تعرف الظرف اللي مر به البلد والتقشف به الوزارات، التقينا انه نخوض مباراتين تجريبيه امام القوى الجويه. هذا بصراحه احنا كلاعبين ما يلبي طموحنا، احنا طموحنا كان يعني مباراه على مستوى عالي. احنا على اسطنبول مباراه على مع فرق يمكن ايرانيه وفرق سعوديه، لكن قلت لك ان ظرف البلد انه حال انه تاجيل المعسكر. فيعني بصراحه احنا هاي البطوله يمكن اول بطوله نشارك بها فريق النفط. احنا فريق يمكن ما يمتلك فريق ما يمتلك اي محترف، هم يمكن تكون 9 لاعبين محترفين، لكن هذا مو عذر. احنا نريد نترك بصمه، احنا نمثل البلد، احنا فريق قوه جويه، نترك بصمه بهاي البطوله وان شاء الله نكون عند حسن الجميع ان شاء الله. بصراحه يعني احنا لو تشوف اغلب الفرق يمتلك لاعبين على مستوى عالي، احنا اغلب فريقنا لاعبين شباب، قلت لك انه ما عندنا لاعبين محترفين، لكن احنا يمكن اقل فريق بالدوري على اهداف. احنا افضل خط دفاع بالدوري، احنا يمكن فريق صعب، يعني كل الفرق اللي جاريناها كان نحس صعوبه بالنسبه للفريق. احنا طموحنا بصراحه كان يعني مباراه بعد مباراه كان يزيد، كان احنا طموحنا انه لقب الدوري، لكن تعرف في المباريات الاخيره يمكن صار بيها شويه يعني التعادلات، خسارتين تعرضنا، انه التقينا ناخذ المركز الثالث. فالحمد لله انه هذا يعني احنا كاداره وكادر تربية راضين على هذا المركز الحمد لله. شلون تجري استعداداتكم للبطوله العربيه، خصوصا انتم خصم قوي اللي هو صفاقس التونسي؟ يعني استعداداتنا جيده الحمد لله والشكر، يعني قلت لك عدينا عندنا مع الكادر التدريبي وكادرنا جيد، يعني حضرنا كل شيء، يعني من تكتيك المباراه القادمه ما جاي نطبقها بهاي المباراه. كان عندنا مباراه مع نادي القوه الجويه، تكتيك انطبق يعني على ضوء مباراتنا ضد الصفاقسي، وتكتيك الفريق جاي يمشي على هذا الضوء. وهسه الحمد لله والشكر جاي نمر يعني شو نقول، تهيئة تدريب، يعني أجواء جيدة الحمد لله والشكر، اللاعبين كلهم جاهزين، ما عندنا أي إصابات، ما عندنا أي خلل، والخير في مختار الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق النفط هذا الموسم والمواسم المضة الثلاثة قد مستوى طيب، خاصة بقى المحافظة على المربع أو ثاني ثالث رابع. بالنسبة للاستعدادات البطولة العربية استعدادات جيدة، إن شاء الله عازمين على تحقيق نتيجة طيبة. سيات أحمد مجددا وجها لوجه أمام نور صبري، سيات يتقدم، سيات وجول، أولى شرارات المباراة تنطلق من النفط هذه المرة، سيات أحمد يسجل. جمهورنا الرياضي، سنبقى في نادي النفط بكرة القدم لمتابعة يعني هذا الفريق الذي يعتبر منافسا قويا وعنيدا للفرق الجماهيرية في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للسنوات الأخيرة، ولمعرفة جاهزيته التامة وكل ما يخص التحضير، لا سيما الإدارية والوضع الفني العام. ولا بد من يعني من تداخل الدوري العراقي في هذه التغطية لكي نتعرف عن الأسباب التي أدت إلى ظهور فريق النفط في الموسم الأخير بمستوى مغاير نوعا ما عن الموسم ما قبل الأخير ضمن مشاركته في منافسات الدوري الكروي. هذه المواضيع وأخرى طرحناها على مشرف الفريق مشتاق كاظم، تعالوا نستمع ونتابع ماذا قال. البطولة العربية بطولة، هاي بطولة تختلف عن جميع البطولات، بطولة صعبة، يعني حتى نظامها صعب، 6 لاعبين محترفين يلعبون داخل الساحه، هاي باي بطوله ما صارت. كل هذا والاعداد مالنا اعداد فقير، احنا كان عندنا معسكر بتركيا، اللغه بسبب الضاقه الماليه دي يمر بها النادي. الفريق المنافس مالنا فريق الصفاقس يلعب على مستوى عالي، 5 لعبات لعب بطوله الصداقه خاصه بسلطنه عمان،
كل هذا ليس مبررات، بس انا اقول عندنا ثقه بلاعبينا وعندنا ثقه بالكادر التدريبي على مستوى عالي بقياده الكابتن حسن احمد وعندنا ثقه بالاداره. كان تخطيطنا هو الدوري، يعني شوف يعني الطموح قام يزيد، يعني نفط خلال 3 مواسم رابع ثاني وهسه ثاني مكرر، يعني صرنا 3 بالاهداف. تمنينا يعني، بس احنا فقدنا نقاط نقول ما كانت في البال، بس هي كرة القدم اللي لازم تؤمن انت وفوزك وخسارة تعادل. احنا مرات جت مباراة احنا يعني ما كنا يعني شلون نقول ضيعنا فرص مو طبيعية، او كم لاعب كان عندنا مو بيومه الطبيعي. كل هذا نقول الحمد لله والشكر، احنا بنشوف انت اكو فرق عريقة انت وراك وباموال اكثر وجمهور اكثر، هذا يعطيك حافز بان انت قاعد تسير بالطريق الصحيح. يعني احنا العام ثاني هالسنة ثاني مكرر، نتمنى تبقى نفس هذه المجموعة، استقرار الكادر التدريبي، استقرار اللاعبين، استقرار الجانب الإداري، كل هذا عوامل نجاح. يعني احنا تمنينا يعني نخطف اللقب، لأن هذا اللقب يعني شيء كثير وزارة النفط أو النادي النفط، لأن هاي الإدارة النموذجية. أنت شوف اليوم السادة جيت زرتنا دائما 4 أو 5 قاعدين هاي إداري، هذا يعطي حافز للاعب والمدرب حتى يجتهد. كل هذا نقول الحمد لله احنا راضين على الفريق، بس كان طموحنا أكثر. كل هذا نقول إن شاء الله الموسم القادم نعوض. جمهورنا الرياضي، نعود مرة أخرى إلى مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خلينا نتابع. في التنس، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات 4 الكبرى لهذا الموسم بفوزه على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو 6-3 و7-6 و6-4 و6-3. في خطوة غير متوقعة، اختار أسطورة كرة القدم العالمية دييغو مارادونا أن يدشن فصلا جديدا في حياته من خلال تدريب فريق في الدرجة المكسيكية الثانية هو دورادوس. بعدما فاجأ زيد الدين زيدان الجميع بقرار الاستقالة من منصبه مدربا لريال مدريد الإسباني، يمهد الطريق اليوم لعودته إلى التدريب من خلال تلميحه إلى إمكانية تولي مهمة جديدة قريبا. أعلنت رابطة لاعبين المحترفين بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية للعام، والتي سيتم تكريمها خلال حفل توزيع جوائز الفيفا. وشهدت القائمة 9 لاعبين من إسبانيا و8 من فرنسا، وكان نجوم القارة الأوروبية هم الأكثر في اللائحة بنسبة تفوق 70% من قائمة المرشحين. أما بالنسبة للأندية فكان ريال مدريد الأكثر حضوراً ب11 لاعباً، فيما غاب عن القائمة هوغو لوريس حارس مرمى المنتخب الفرنسي بطل العالم، وسيتم اختيار التشكيلة الرسمية عبر تصبيت 25,000 لاعب من 65 دولة. جمهورنا الرياضي، سنبقى في محورنا هذا المخصص عن استعدادات الأندية العراقية بكرة القدم للاستحقاقات المقبلة، هذه المرة إلى نادي الزوراء، لا سيما وأن نادي الزوراء يستعد للدخول في مشاركة خارجية مهمة جدا للفريق ضمن بطولة الأندية الآسيوية كأس الأبطال. لذلك ارتعينا أن نتواجد مع هذا النادي الكبير لنتعرف على وضع الفريق الحالي وتحضيراته الحالية للمهمة الخارجية، وما هي آخر المستجدات على الأصعدة كافة الإدارية والفنية واللاعبين. خلينا نتابع. ما هي بطولة آسيا، بطولة الأندية الأبطال، هي مو بطولة صعبة كلش. احنا الحمد لله والشكر هم لاعبينه، يمكن اقول لك قبل 7 مواسم الزوراء اشترك، يعني لعب ويا فرق كبيرة بقطر ويا ايضا بالامارات، قدر يحقق نتائج جيدة. الان احنا فريقنا الحمد لله والشكر فريق جيد، يعني عناصر جيدة، لاعبين جيدين وعلى مستوى عالي، ايضا لاعبين منتخبات الوطنية سواء المنتخب الوطني او المنتخب الاولمبي. يعني ما اريد اعدد لك مثلا الاسماء، جلال حسن، مهند، احمد فاضل، يعني علي رحيمة وبقية لاعبي ايضا المنتخب الجونة، احمد جلال، احمد محسن، مروان رجع للفريق. ولكن احنا ايضا عندنا استقطابات جديدة ان شاء الله، محتاجين قلب دفاع ولاعب ارتكاز ثاني. يعني بقول لك يمكن مو يعني نحقق ان شاء الله نتيجه نقول جيده جدا، لا،
تليق بسمعة نادي الزوراء. مو أقول لك إحنا رقم لا سهل يعني أي فريق يجتازنا، لا أقول لك إحنا من الفرق الجيدة بالمنطقة. يعني بالإضافة إحنا لاعبين قبل ويا بيروزي من كان بقوته بعظمته قدرنا نتعادل وياه وفاز علينا بملعبهم يعني نتيجة 1-0. فإن شاء الله نقول إذا تكاتفت الجميع ونحقق نتيجة طيبة تليق بسمعة الكرة العراقية وسمعة نادي الزوراء أولا إن شاء الله. استعدادات هي كانت مبكرة إن شاء الله، راح يكون استعداداتنا لحالتين، هي حالة الدوري وحالة بطولة كأس اتحاد، بطولة دوري الأبطال بكأس اتحاد يعني بالاتحاد الآسيوي. تعرفون هاي بطولة أيضا مهمة جدا للعراق. نتمنى إن شاء الله يعني كما وفقنا في الموسم الماضي نتوفق في هذا الموسم. أعتقد استقطاباتنا أيضا كانت استقطابات جيدة، لاعبين شباب وأيضا لاعبي خبرة. نتمنى أنه نتوفق في هذا الموسم لبطولة الدوري، إن شاء الله نقدر نحافظ على درع الدوري وأيضا نقدر نتخطى دوري المجموعات فيما يخص بطولة دوري أبطال آسيا. إن شاء الله نقدر نقدم ما يفرح به يعني جمهورنا الواسع هذا الكبير المحب لنادي الزوراء، وأيضا نتمنى أنه لاعبينا يقدمون ما عليهم من يعني مسؤولية كبيرة تجاه المحافظة على درع الدوري. وصلت لدى آلام هاوي، أخذ كرة عرضية خطيرة خطيرة خطيرة، غير معقول غير معقول غير معقول، هذا نوع من الجنون. جمهورنا الرياضي سنبقى في القلعة البيضاء لمعرفة كل ما يخص الأمور الفنية لهذا الفريق الكروي قبل المشاركة في المهمة الآسيوية المقبلة. سنتوقف هذه المرة مع مدربي الحراس وكذلك مع لاعبي الفريق للوقوف على آخر استعداداتهم البدنية والفنية والمعنوية، وهل هنالك استقرار تام بالتحضير قبل المشاركة في هذه المهمة الخارجية لتمثيل النادي والكرة العراقية بصورة مشرفة. خليكم ويانا. البطولة الآسيوية أول شيء تكون على مستوى عالي، والمرحلة الثانية استقطاب لاعبين، قلت لك أنا لاعبين محترفين ومن ثم لاعبين منتخب وطني، واللاعبين استقطبناهم لاعبين منتخب أولمبي يعني عندهم خبرة دولية في هكذا في محفل دولي. إن شاء الله إن شاء الله فريق الزوراء إن شاء الله يحقق نتيجة في هذه البطولة تسعد جماهير ومحبي نادي الزوراء إن شاء الله. كابتن، بالنسبة لوضع حراس المرمى، تعتقد أن الحراس الموجودين يعني يكفون ما تحتاج بعض حارس؟ لا طبعاً، بوجود جلال حسن حارس المرمى المنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي وعلى قاطع أثبت جدارته وكان منافساً قوي للحارس جلال، استقطبنا حارس ثالث هم حارس منتخب أولمبي حيدر محمد، ومن شاء الفترة الأخيرة القادمة إن شاء الله نستضيف حارس شاب موهوب يكون إضافة إلى نادي الزوراء ويضاف الحراس المتواجدين في حراسة نادي. طبعا نادي الزوراء ما يعاني بأي مشكلة في حراسة المرمى، وإن شاء الله حراسة المرمى في مأمن سواء في البطولة الآسيوية أو في بطولة الدوري إن شاء الله. أكيد إن شاء الله طموح أي لاعب مثل النوارس، وأنا إن شاء الله أكون عند حسن الظن، ومثل ما هم أنطوني الثقة أنا هم راح أنطيهم الثقة وأقدم كل شيء عندي لكي يسعد الجمهور النوارس وأرض الكادر التدريبي. شوف يعني أنت هذه البطولة مثل يعني مثل ما تحدثت يعني بطولة على مستوى عالي، اللاعبين أزيتهم يمكن لاعبين أولمبي ولاعبين شباب، تعدنا لاعبين منتخب وطني، يعني إن شاء الله الكادر التدريبي الكابتن أيوب ديشو والكادر التدريبي يعني راح يوضح فشي يعني لهذه البطولة. تعرف مباراة يعني البطولة مهمة على مستوى عالي، إن شاء الله نقدم فشي يليق إحنا بسمعتنا كلاعبين وسمعة هذا النادي الكبير إن شاء الله. على ملعبه هجوم أحسن على التعادل، جول الله جمهورنا الرياضي. نكمل مشوارنا بين الأندية العراقية وارتأينا اليوم أن نسلط الضوء على نادي الطلبة
هذا الفريق الكبير الأنيق للتعرف على وضع نادي الطلبة في الآونة الأخيرة. يعني نقول الحمد لله على يعني إلى هذه اللحظة يبدو أن الأنيق يتحضر بشكل صحيح للموسم الجديد على الأصعدة كافة الإدارية والفنية، فضلا عن استقطاب لاعبين محليين جدد وكذلك محترفين لتمثيل الفريق. وظهر نادي الطلبة بكرة القدم مؤخرا بتحضيراته المكثفة للموسم الكروي الجديد، أولا بالإعلان عن تعاقد مع جهاز فني ومنظم ومعروف في الوسط الكروي العراقي قبل الدخول في بطولة الدوري العراقي 2018-2019. طبعا بالتأكيد هذه إضافة قياسا للأسماء الكبيرة في ضمن الجهاز التدريبي. دعونا الآن نعود قليلا إلى الفترة السابقة التي شهدت أولى الاستحداثات والخطوات الفعالة لهذا النادي الكبير في الدوري العراقي. خليكم ويانا لنتابع جزء من تصريحات إدارية وفنية للأنيق. نتابع. احنا حكيت بالمؤتمران، قلت احنا حنطي مساحة واسعة للفريق للمدربين، لان هاي احنا العام مرينا باخطاء، وماكو انسان من يحترف الخطا. اعتقد هاي شجاعه، لان النوبات تصير عندك سلبيات بالعمل، واعتقد هذا الكادر راح نعطيه فسحه واسعه من يعني بالدوري، يعني ما راح نستغنى عن نهايه الموسم، لان العمل يراد له شغل هواي، البناء يراد له اكثر انسجام اكثر، المدربين بعيدين شوي عن الدوري يرادون اكثر انسجام حتى يقدروا يوصلون الى بر الامان. فهذا الموسم راح يمكن اختلاف مهما تكون النتائج، اذا كان سلبيه واذا كانت ايجابيه. هناك بعض لاعبي الخبره، نعم هو ليس لاعبي سوبر لكن لاعبي خبره يؤمن لهم مستقبلا ان يكونوا ضمن المنتخبات الوطنيه، وايضا مجموعه من اللاعبين الشباب اي على مستوى منتخب الناشئين والشباب يؤمل لهم انه يقدمون مستوى جيد. هذا التجانس ممكن ان نخلق من عنده مجموعه من اللاعبين اللي تقدر تنافس على المراكز الاولى، خلي يعني حتى ما نسبق الاحداث، ممكن تنافس على المراكز الاولى وممكن تسحب يعني خلال الدوري الى منصه التتويج. ليس يعني من الصعب انه انت يعني تكون فريق ويفوز بالدوري اذا توفرت المقومات على المستوى المادي، على المستوى المعنوي، على مستوى الدعم الجماهيري. هذه كلها عوامل مهمه حتى يقود الفريق الى مراكز التتويج. اعتقد طموحنا وطموح كل الاخوان وعملنا سيرتكز على هذا الجانب، وهو العوده الى المراكز المتقدمه ان شاء الله. هو طموح مشروع عندنا يعني اليوم، لكن تعرف انت اليوم فريق جديد، الفريق الجديد هو يعني 25 لاعب جديد، يحتاجهم اسلوب لعب جديد، يحتاجهم انسجام، هاي كلها متوقع الكادر التدريبي، لكن طموحنا هو اذا تسالني كطموح يعني وان نحصل على لقب الدوري، وهذا طموح مشروع، لكن الظروف يعني ما تكون مهيئة ان تحصل على دوري الدوري، لكن راح تكون منافس. اتمنى من الله سبحانه وتعالى نوفق ونخطف دوري الدوري، هاي امنيتنا احنا. يعني خطفناه كلاعب اني، اتمنى خطفه اني يعني اداري بالنادي الطلبه. جمهورنا الرياضي، سنبقى في النادي الطلابي، وكما يعني ذكرنا نتواصل مع هذا الفريق ومع المراحل الأولى للاستعدادات التي شملت التغيير الإيجابي، يعني تغيير إيجابي نحو الأفضل بالتأكيد، استعدادا للموسم الكروي الجديد. وقد شمل التحضير يعني جوانب عدة، منها الجانب الفني، فمن بين العلامات التدريبية المعروفة التي ستشرف على الأنيق ضمن منافسات الدوري العراقي للموسم المقبل هو الكابتن القدير يحيى علوان، مع كوكبة من الأسماء المعروفة في سماء الكرة العراقية، ومنهم طبعا صادق سعدون مساعدا، وكذلك أحمد جاسم مدربا للحراس، والدكتور ضياء ناجي مدربا للياقة البدنية. الآن مشاهدينا الكرام إليكم جانبا من هذه الأسماء الكبيرة التي ستشرف على قيادة الأنيق، خلينا نتابع. الطموح يعني على المراكز الأولى بالبداية يعني هو ليش شيء مستحيل يعني، لكنه احنا نطمح إلى هذا الشيء، لكن الهدف قلت لك الأساس يعني ما جاء عبر الدرج بطفرة واحدة، لا لازم أول شيء أصنع فريق حد قدرة قابلية وإمكانية على إمكانية على التنافس، هذا يحقق المنافسة في على المراكز الأولى للأمام.
لازم اول مره انت تجي يعني تحقق فريق يعني عنده قابليه وامكانيه يلعب كره قدم تليق باسم نادي الطلبه ان شاء الله. شكرا لكم على حضوركم واهتمامكم، يعني ان شاء الله تعالى بقدوم كادر تدريبي جديد ان شاء الله تعالى تكون مستوى نتائج نادي الطلبه هذا الموسم افضل من الموسم السابق. الموسم السابق كان قاسي جدا على جماهير نادي الطلبه، على هيئه اداريه نادي الطلبه، على كل اللي عملوا. اتوقع بوجود الكباتن اللي بتركون تاريخ كبير في التدريب، عالم التدريب، وبتعاون الجميع، كل المؤسسات، الوزاره، جمهور النادي اللي صبر كثير على فريقه، تتوقع ان شاء الله تعالى يكون هذا الموسم موسم مميز. ما نعد الجماهير انه بالفوز بطوله الدوري، لكن نعدهم ان شاء الله تعالى يشوفون يعني فريق افضل، يشوفون فريق يقدر يتنافس على المراكز المتقدمه ان شاء الله. حراس المرمى اللي اشرف على تدريبهم، حراس مرمى الشباب، اتوقع لهم مستقبل كبير ان شاء الله تعالى، يكونون نقطه قوه لصالح الفريق. احنا جادين ان شاء الله الملاك التدريبي على تحقيق الانجازات النادي الطلبه، ونادي الطلبه يمر بازمه ماليه وحتى ازمه نفسيه، ونحاول تعزيز ثقافه الفوز عند اللاعبين وزرعها في نفوسهم. وضعنا التخطيط والقصير الامد والطويل الامد يتخلل جوانب بدنيه وماريه وخططيه ومعرفيه، نحاول رفع مستوى اللاعبين بالجانب البدني وتلافي الإصابات. المباريات حتكون الدوري متقاربة، كل 4 إلى 3 أيام مباراة، وهاي المرحلة حنمر بأزمات، وإن شاء الله إحنا جادين بتطوير لاعبي نادي الطلبة وإعادة الهيبة لنادي الطلبة كسابق عهده. مشاهدينا الكرام، بدأ نادي الطلبة بكرة القدم تحضيراته للموسم الكروي الجديد من خلال وحداته التدريبية الأولى، يعني التي بدأها في ملاعب جامعة بغداد وفي ملاعب العاصمة الحبيبة بغداد. من جهته أكد مدرب الفريق الكابتن يحيى علوان أن الجهاز الفني عازم على إعادة الأنيق إلى مكانته الطبيعية، وأضاف أنه تم إضافة أسماء جديدة لصفوف الفريق، ونسبة الاستقطاب بلغت ما يقارب 90%. وأشار علوان إلى أنه يأمل بمساندة الجمهور الطلابي وأن يتواجد في المدرجات كما عهدناه في السابق، وذلك لمؤازرة لاعبي الأنيق ومساعدة الفريق لعودته إلى الأضواء. كما أكدت إدارة نادي الطلبة بأن معسكر الأنيق في العاصمة الأردنية عمان هو من بين المحطات التحضيرية المهمة للأنيق، وذلك استعدادا للموسم الكروي 2018-2019. أما بخصوص انتقالات اللاعبين، فقد قرر الجهاز الفني لفريق الطلبة استبعاد عدد من لاعبي الفريق، وذلك بعد اجتماع استمر لأكثر من ساعتين جمع الجهاز الفني بالهيئة الإدارية للنادي. وأعلنت الهيئة الإدارية للأنيق إغلاق ملف استقطاب اللاعبين المحليين، وسيتم إعلان أسماء اللاعبين المحترفين تباعا بعد إتمام إجراءات انتقالهم بشكل نهائي. إذن مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به الوقت لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقات رياضية مقبلة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة، وأنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي، بلال بداع، مع السلامة.